تمام، بعد ما شفنا الهيستوري بتاعة الداتا ساينس او علم البيانات، وشفنا الورك فلو ديفينيشن بتاعه وتعريفاته وفهمناه، وفهمنا الشغلانه بتاعته قد ايه في احتياج ليها، ومرتباتها ان هي مرتبات عاليه، وقد ايه ان السوق محتاج ان هو بعدد كبير من الداتا ساينتست او اللي هم الناس بتوع اللي هيشتغلوا في علم البيانات. تعال بقى نخش في الايه اللي انا كنت كلمتكم عليه، اللي هي الهارت اوف الهارت اوف داتا ساينس، او القلب بتاع علم البيانات، اللي هي اسمها الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. ماشين ليرنينج او تعلم الآلة هي قدرة الآلة على ان هي تتعلم، قدرة الكمبيوتر ماشين اللي هي الكمبيوتر. فالكمبيوتر ازاي يتعلم؟ احنا دايما مفهومنا عن الكمبيوتر ان هو أداة تخزينية، أداة حسابية، نقدر نعمل بيه شوية خطوات اللي احنا هنبرمجه او ان احنا هنهيئه ان هو يعملها لنا، ده مفهومنا عنها. طيب هل هو هيعمل حاجة ازيد من اللي احنا قلنا له عليها؟ لا. هل احنا هيعمل حاجة مبهرة بالنسبة لنا؟ لا. انت هتديله التاسكاية او هتديله الشغلانية اللي انت قلت له عليها، هيروح يعملها از زي ما انت كتبها له في النص، ويعملها زي ممثل بتديله النص بتاع الايه اللي هيقوله، فبالظبط بيقوله بالظبط كما هو، كما هو ما بيجاوبش عليه. خلاص. طيب لو حصل تغيرات في الموقف، نلاقي مثلا في المسرحيات الممثل مع تغير الحالة بيتغير، يعني كان النهاردة مثلا كان بيمثلوا مسرحية، وبعدين دخلت عليهم كورونا، فهيتكلم على ان هو بيمثل المسرحية، هيخش في اليوم بتاعه حاجات الكورونا، يبقى البني ادم بيبتدي ايه يبدع، ويبتدي يطلع حاجات بره الايه النص. طب ازاي الكمبيوتر نخليه يتعلم ويطلع بقى، يعني يتوقع هو يدينا بقى من ايه، من دماغه هو، ده اللي احنا بنقول عليه مشاكل اللي هو الايه الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. طيب ايه المشاكل اللي بيحلها؟ احنا عارفين ان الكمبيوتر او البرامج العادية، برامج زي اللي احنا بنخش عليها بنخزن بيانات، نسترجع البيانات، تعرض لنا البيانات باشكال مختلفة، كل ده اللي هي البرامج العادية اللي احنا متعودين عليها. طيب البرامج بتاعتنا دي ايه اللي بتعمله؟ قال لك لا، في انواع من المشاكل هي بتحلها لنا. مثلا التصنيف اللي هي تقدر تصنف لوحدها، ده دوج ولا كات؟ طيب حد يقول لي طب ما ده برنامج عادي. لا، ده مش برنامج عادي، احنا بنتكلم ان انا مش مديله صور وكاتب عليها دوج وكات، وبقول له قطه ولا كلب، وبقول له اعرف لي من البرنامج ده قطه ولا كلب. لا، ما هو ده كده معناه ان انت ده برنامج عادي، انت مديله اسم الملفات قطه واسم ملفات كلب، وهو بي ايه بي 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 بيصنف ما بينهم. لا لا لا، احنا بنديله صور ما شافهاش قبل كده، صور ايه ما شافهاش، يعني ننزل الشارع الاول. طبعا قبل ما نعمل، احنا متعودين ان احنا لازم الكمبيوتر يتعلم من بيانات قديمه، فالاول اعمل ايه؟ الاول اجيب له صور لقطط وكلاب كتيره جدا من اماكن كتيره وانواع مختلفه في اماكن مختلفه، وابتدي ادخلها للكمبيوتر. ده الايه المرحله الاولانيه. المرحله دي مرحله بنسميها مرحله التعليم، عشان كده بنقول ماشين ليرنينج، ان المكنه بتتعلم. بعد ما علمناه نبتدي نديله صور تانية خالص ما شافهاش، وبنلاقيه يبتدي يفهم ويقدر يعرف يفرق ما بين القطط والايه والكلاب. ده اللي احنا بنقول عليها المشكلة الأولانية، مشكلة التصنيف، ان هو يقدر يحل اي مشكلة من مشاكل التصنيف، مش بس قطة وكلب، عربية وموتوسيكل، اتوبيس وعربية، بني آدم وحيوان، شجرة وعمود، ايا كانت الحاجات اللي انا عايزه يمشي يتعرف عليها. انا عايز اوصل في الاخر يبقى عندي روبوت وهو ماشي قادر يتعرف على مين كمان، يعني يعرف ان ده محمد وده مصطفى، ان ده فلان وده فلان، يبقى بيتعرف على كلاسيفيكيشن او بيريكوجنايز الناس اللي ماشيه دي قدامه، يبقى ده كل ده نوع من انواع او مشكله اسمها كلاسيفيكيشن. وشفنا ان هي مشكله اعقد بكتير من ان هي تبقى هو شايف ملف باسم، لا ده ممكن يطلع كمان اكتر من كلب واكتر من قطه، واماكنهم فين في الصوره، وكمان مش بس كده يقول لك في كام ونوعه ايه، وكان بيعمل حركه ايه، الكلب ده مستفز ولا في حاله، يعني يقدر كمان حدد خطورته مثلا. فكل ده انواع ايه، انواع مشاكل تصنيفيه او كلاسيفيكيشن. طيب ده الجزء الاولاني من المشاكل اللي بيحلها لنا.
طيب ايه تاني يا سيدي؟ قال لك مشكلة تانية اسمها ريجريشن. طبعا انا حاولت اجيب المعنى بتاعها، التنبؤ الانحداري. طبعا هي مش من التنبؤ الانحداري، هي برضك بريدكشن، نوع من انواع التنبؤ بس بارقام. يعني الاولانية كنا بنقول ان هو بيتعرف ما بين اصناف، يعني يقول له مثلا اتعرف لي ما بين انواع الامراض، اتعرف لي ما بين انواع الحيوانات، عرف لي ما بين انواع البني ادمين، او مين من البني ادمين دول اللي موجودين، او الموظفين اللي عندي بتعرف عليهم عشان اعمل لهم بصمه. كل ده كلاسيفيكيشن. خلاص، يبقى بتعرف على عدد محدد من الكلاسز او من الانواع. خلاص، الانحداري او ريجريشن، لا احنا تديني رقم، يعني تديني فاليو، تقول لي مثلا سعر البيت كام، تقول لي سعر الستوك كام اللي هو السهم كام، تقول لي درجة الحرارة بكرة كام. يبقى أنا بتديني درجة الحرارة، مش set of values، مش أنواع، لأ. درجة الحرارة هنا بنتكلم على إن هي قيمة، وممكن تكون قيمة، يعني بنتكلم عن real number. خلاص، يبقى لما يبقى التوقع عبارة عن real number بنسميها regression، بنسميها regression. طيب ده تاني نوع من انواع المشاكل. وخلي بالك في نوعين من المشاكل في الريجريشن، نوع وات اكسبكتد هاوس برايس، ايه هو سعر البيت، يبقى بديله مساحه الاوض، بديله كام اوضه، في بلكونه ولا لا، في الدور الكام، مكانها فين، قريبه من داون تاون ولا ابعد، والكلام ده كله بناء عليه يديك سعر الايه، سعر البيت. خلاص، يبقى بناء على شويه بيانات يديك سعر البيت. في نوع تاني اللي هو الستوك برايس، ده بيسموه تايم سيريز ريجريشن. تايم سيريز يعني ايه؟ يعني حاجه بتتعامل مع التايم او مع سيكونس، مع تتابع من حاجات. يعني لو بتكلم على سعر البورصه، هل اقدر اتوقع سعر البورصه كده من وخلاص؟ لا، انا بتوقع سعر البورصه على اسعار قديمه. على اسعار ايه؟ على اسعار قديمه. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عليه، اكتر من ايه، اكتر من يبقى في عندي سيريز اوف البرايس بتاع كل يوم، وبناء على الاسعار البرايسز بتاع كل يوم اقدر اتوقع بتاع النهارده. نفس قصه تايم سيريز زي درجات الحراره، يبقى بناء على درجات الحراره القديمه اقدر اتوقع درجه الحراره بتاعه النهارده. يبقى ده بنسميه تايم ايه، تايم سيريز. ليه؟ لان الانبوت بتاعه هو عباره عن درجات الحراره القديمه. الـ بتاع الستوك برايس او السهم برضك هو عباره عن درجات السهم الايه، قيمه الاسهم، السهم نفسه القديمه للايام اللي فاتت. خلاص، عايز اتكلم مثلا عندي سوبر ماركت او هايبر ماركت، وعايز اقول كميه الرز. طب كميه الرز بتعتمد على كميه الرز القديمه، يبقى كل ما بعتمد على نفس الفاليو في تايم وزن تايم معين او تايم قديم، او عايزها في الايام كل ما انا لو عايز اعرف الكميه بتاع بكره وبعده، يبقى انا عايز اعرف الكميات اليوميه، يبقى لازم ادرس الكميات اليوميه اللي تمت على التايم اللي فات. يبقى بتكلم على وقت بقى. خلاص، يبقى دي تايم سيريز. طيب المشكله الثالثه اللي هي المشكله بتاع الكلاسترنج او التجميعيه، ودي من المشاكل المهمه قوي، ان انا عايز الكمبيوتر لوحده يصنف، عايزه لوحده مش انا اللي ابقى معلمه. خلي بالك الاولانيين دولت انا اللي كنت بعلمه، يعني بديله انواع القطط وصور القطط والكلاب وبعلمها له، وبعدين اخليه ينطلق يتعرف عليهم. هنا برضك بعرفه اسعار بيوت واخليه هو يعملها. تايم سيريز برضك بعلمه ستوك واخليه هو ايه، يتوقعها لي. هنا بقى التجميعي، لا انا عايزك ككمبيوتر انت تصنف لي الناس بناء على اللي انت شايفه. انا هديك شويه خصائص وانت تشوف مين قريب من مين وتجمعهم على ليه، مين اقرب لمين، زي كاستمر سيجمنتيشن اللي هو التصنيف بتاع العملاء. انا في بنك وعايز اصنف العملاء، هل اصنفهم بناء على ايه؟ بناء على دخلهم، بناء على الفلوس اللي في حسابهم، بناء على عدد الحسابات اللي عندهم، بناء على عدد الترانزاكشن اللي بيعملوها وعدد العمليات اللي بيعملوها، بناء على هو راجل ولا ست، بناء على هو كبير ولا صغير. كل ده انا ما اعرفش، انا بديله كل دولت واسيبه هو يصنف ويطلع لي الايه، السيجمنتس او الايه، الكاستمر سيجمنتيشن ايه بتاعته. دي حلوه قوي ومفيده، وبتطلع لي الحاجات المشتركه. يعني لما بعملها تخليني اوتوماتيك لما يطلع لي مجموعات اشوف الحاجات المشتركه، زي الابراج. احنا كلنا بنقول ان الابراج دي كذب المنجمون ولو ايه ولو صدفوا. احنا بنقول على الطريقه العلميه اللي اتعملت بيها الابراج، هي طريقه ستاتستيكال موديل، هي طريقه السيجمنتيشن اللي احنا بنقول كلاسترنج موديل. ده ايه كلاستر موديل؟ راحوا شافوا الناس اللي هم مواليد في شهر 9 وسموهم اسم، مواليد في شهر 11 وسموهم اسم، 10 وسموهم اسم، وهكذا. يعني برج ما اعرفش العذراء، برج السرطان، الجدي، الاسد، والكلام ده كله. وابتدوا يشوفوا الخصائص المشتركه ما بينهم، وبعدين يبتدي يقول لك والله بتوع مثلا شهر 6 انا متردد،
هتلاقي ان ايه ده بتوع شهر 6 مترددين. هو عمل كلاسترنج وشاف الخواص بتاعتهم وبناء عليه قال لك الخواص بتاعت شهر 6. لما انت بتلاقي نفسك في شهر 6 تقول ايه ده، ده انا الصبح بحاله وبالليل بحال، يبقى انا ايه، يبقى انا دي النوع من انواع الايه الكلاسترنج. اخر نوع من انواع المشاكل اللي بنحلها اللي هي ري انفورسمنت ليرنينج او التعزيزيه، اللي هي وات تو دو نيكست، عايز العب جيمز وعايز العب شطرنج، وانت ايه، انا لعبت كمبيوتر، انت ايه اللي هتبعه بعد كده، ايه النكست اكشن اللي هيعملها، بنلعب مع بعض عربيات وهو ايه نكست اكشن، بنلعب كور قدم وبيقول لي هو ايه نكست، ايه النكست اكشن. تمام، ده كده احنا فهمنا ايه انواع الايه المشكلات. نخش بعد كده ازاي نشوف بقى ايه انواع الليرنينج ونبتدي نخش في تفاصيلها واحدة واحدة والتطبيقات بتاعتها عاملة ازاي.